كره القدم بتمثل ايه لكتير جدا من الناس؟ كره القدم هي طبعا معشوقه الكل، الرياضه اللي ما فيش حد تقريبا ما لعبهاش، سواء في نادي او حتى في شارع او في المدرسه. تابعوا معانا التقرير ده، اتفضل. لما بلعب جون مع اصحابي بسجل ممكن جون او جونين، بس اخر مره سجلت جونين في ماتش خماسي، يعني ممكن حوالي 4 كده. واخر ماتش كان من حوالي 3 ايام، كان خماسي مع اصحابي، يعني سجلت حوالي 3 هاتريك. يعني انا لما باجي العب كوره بسجل جونين كده ولا 3 بالكتير. بسجل جونين او 3، وبرضو وانا بلعب مع اصحابي اخر مره سجلت جونين. انا لما بلعب مع اصحابي كوره بدخل مثلا 3 جوان. لما بلعب كوره مع اصحابي جونين او 3 في العادي، بس اخر مره كان جونين بس. لما مثلا نلعب خماسي تبقى جونين 3. والله يعني ممكن جون جونين، لما بنتقابل وبنلعب بتبقى في الرينج دوت. يعني بسجل جوان كتير، يعني ممكن هاتريك. ما بسجلش، قلت لك بضيع، بلعب عشان اضيع، اسجل ليه؟ والله يعني ما بنلعب بيبقى بين 2-3 يعني في الماتش. يعني انا لما بلعب بسجل كتير، يعني علشان انا اشهر وبشوط كويس وكده، فممكن بسجل 5-6. اخر مره سجلت 4 اجوال. لما بلعب كوره مع اصحابي بسجل جون، واخر مره سجلت جونين.